انا اصلا ازهار جننتني، بقيت جريئه ودايما بتخدع. بني ادمين الاشرار عندهم مشاعر. زهقت من الكيوت اللي دايما بقدمها، والتحدي كبير لنفسي، فعرفت قد ايه انا قويه. أزهار بتكذب، أنا ما بحبش أكذب. أزهار بتخون عادي، أنا ما بحبش الخيانة. أزهار ممكن تدوس على أي حاجة عشان مصلحتها، أنا لا يمكن أعمل كده. أزهار ما بتخلفش وأنا عندي عيال. أزهار بتحب الضحك والهزار برغم القسوة اللي فيها دي، يعني تقدري تقولي عليها دمها خفيف، وأنا أعتقد إن يعني ساعات بيبقى دمي ظريف يعني، فممكن نبقى قريبين في الحتة دي. طيب أنا هعتبر نفسي راجل وهقوم، عشان بصراحة ما بزاركم انتوا التلاتة في حضن بعض بيجيب افات. عجوز كان عنده حق يا بنت، هو انت فاكرانا عادة طول عمرنا؟ ده انا كنت ضل كاسي والمزغودة دي كانت روح. مش خايفة، انا شوية زهقت من الادوار الكيوت اللي دايما بقدمها والطيبة وكده، وبحس دايما ان الادوار المركبة بتبين قدرات الواحد على مدار خبرته، يعني ان هو يعني انا بحسها تشالنج، يعني انا ما عامل دور مركب وصعب زي دوري في ازهار. بحس ان انا بسقل ادائي وموهبتي، بحاول اطورها، لان الدور المركب مش سهل. وبعدين الحته المهمه ان دايما الادوار الشريره اللي هو لازم واحد يبان شرير، لا، هو ازهار مش مقتنع انها شريره، وده الحقيقي الموجود في الدنيا، انه يعني مفيش حد بيشوف نفسه شرير. فانا بحس ان ازهار هي مش شايفه انها شريره، هي شايفه انها ضحيه، هي شايفه انها مش بتعمل حاجه غلط، هي شايفه انها كان لازم تعمل تنتقم عشان دول عملوا فيها كده. انا بحس هو ده الشيء المركب في الشخصيه، ان الواحد لما بيغلط ما بيبقاش عارف انه غلط، لما بيأذي ما بيبقاش عارف انه اذى. فانا عجباني، يعني حاسه انها تحدي كبير لنفسي، اشوف نفسي يعني هقدر اعملها ولا لا. يا رب اعرف اعملها كويس. بس خليكي فاكره يا اختي ان النسوان ما بتحبلش، ولو بتحبل انا تربتي بور، بتزيح ما بتعبيش يا خواجه. انا مش قصدي ازهار. ولا قصدك؟ يلا غور، مش هتبقى انت والزمن عليا. عاده عايزه اتخلص منها، بثق في الناس بسرعه، بحب الناس بسرعه، ودايما بتخدع. بحس اني ست قويه، او اكشلي اكتشفت اني ست قويه لما لقيت نفسي بسامح الناس بسرعه، فعرفت قد ايه انا قويه. استعنى على الشعب الله، انت لو ادي راعي وانا ما فيش ذكر استجرى في حياته يمد ايده عليا، كان ابويا ولا فتحي ولا خايب الرجل اللي قدامك ده، تقوم انت يا ابن امبارح تلوي لي دراعي، ومع ذلك عديتها لك وسامحتك عشان الولايه اللي ما بين الحياه والموت دي. انا غاده عادل، تابعوني في انتاج اصلي من شاهد مملكه ابليس.